اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج سبوت لايت. حلقتنا النهارده مليانه لقاءات فنيه مع كل النجوم اللي انتم بتحبوهم، واللي هنعرف منهم ايه اخر اخبارهم وحكاياتهم. كل ده اكسكلوسيف وبس البرنامج سبوت لايت. واهم عناوين حلقه النهارده: لقاء خاص مع النجمه بسنت شوقي، كواليس حفل فؤاد ومنير، نجوم العرض الخاص لفيلم عنب، تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي. ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. ودلوقتي معانا لقاء خاص جدا وحصري مع النجمة بسنت شوقي. هنتكلم معاها عن ايه اخر اخبارها، وكمان عن محمد فراج وعلاقتها بالاهلي. طبعا حضراتكم عارفين ان البيت ده بيت اهلاوي بامتياز. هنتكلم عن الكورة وعن حياتها الشخصية وعن ايه اخر اعمالها وتفاصيل تانية كتير اكسكلوسيف لسبوت لايت. النهارده بينورني وبيشرفني النجمه الجميله اللي دايما مكسره الدنيا على اي ريد كاربت بسنت شوقي. اهلا بيكي. يا مصيبه ان دي تبقى السمعه. مبروك طبعا نجاح فوي فوي. كنت موجوده معاكم السنه اللي فاتت في ريد سي، وما كنا لسه بتعلنوا عن الفيلم، وانت قلتي انا كنت مهتمه جدا ان انا عامله دور يعتبر دور شرف، بس انا كنت مهتمه اكون موجوده في الفيلم ده عشان انا كنت حباه قوي. وعارفه كمان ان هو انت صورتي بعد الهانيمون اعتقد على طول. شفتي تفاعل الناس، والفيلم ما اتعرض في كذا حته في العالم، وما سافر مهرجان مراكش، ويعني روحته في حياتك كتير قوي. شايفه الفيدباك بتاع الفيلم عامل ازاي؟ انا مبسوطه جدا، يعني مش قادره اقول لك ان انا كنت يعني اكسبكتنج الموضوع. انا كنت صراحه متوقعه، لان انا فيلم انا لما قريته حبيته جدا جدا جدا، من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها اللي قريتها، وكنت شايفاه وحسن وعارفه ان الناس هتتفاعل معاه. بس ستيل لما بتشوفي ده في الحقيقه وبتشوفي الناس قد ايه عجبها القصه والرحله بتاعه الابطال بتوع العمل، نجاح محمد اول فيلم بطوله بعد من زمان، يمكن من اوتو فار، فكلها معطيات انا بالنسبه لي بسطتني جدا، لان هو كمان الفيلم بالنسبه لي عمل معادله صعبه جدا ما بين ان هو يبقى فني وفي نفس الوقت كوميرشل. صح، هو فعلا انت قلتي حاجه مهمه جدا، هو عمل حاجتين ودي مش موجوده كتير. بالظبط. وكمان كان حتى المخرج دي اول فيلم ليه برده، يعني وحفظي الشجاعه بتاعته ان هو يبقى بينتج، بس احنا ما متعودين على من حفظي على دايما على حاجات مهرجانات بالظبط. لا، متعودين منه دايما على الجراءه من حتى من زمان، من وقت ورقه شفره. هو دايما يعني منتج جريء، بيقول لك انا راجل بتاع سيناريو، فانا براهن على السيناريو. الشخصيه مختلفه عنك خالص، والست اللي هي بتضرب، والست اللي وكانت حتى دانيا تنزل صوت تقول بص بتقعد تعمل مكياج وقت قد ايه. الدور ده كمان مختلف قوي. الدور ده انا حبيته من اول ما قريته برضو، وكان بالنسبه لي تشالنج، لان هو مختلف عني، ومختلف مش بس عني في الحقيقه شكلا وموضوعا، هو كمان مختلف عن يعني يوجوالي. انا مش بتسكن في الادوار دي، مش بتجيلي الادوار دي اصلا. فهي كانت جرأة جدا من المخرج استاذ احمد حسن، ومن الانتاج استاذ مصطفى العودي واستاذ تامر مرتضى، ان هم يفكروا فيا في الدور ده، لان دور مختلف جدا، ودور مليان تخبط، يعني خبطات. هي هناء غلبانه جدا ومنسحقه شويه، منسحقه جدا، وهي شخصيه قويه، بس الظروف اقوى منها. وفي كلتش، يعني في ثقافه، هي ماشيه ضد كل حاجه. ف هي ست متبهدله، عارفه ده اللي اتقال عليها دايما، ست متبرمطه المتبهدله. بس انت قلتي حاجه مهمه جدا، انا دايما مش بتسكن في الادوار دي. انت شايفه ان الناس بتاخد بسنت بالشكل اكتر؟ اكيد. بصي، موضوع التايب كاستنج ده، ان اي حد بيروح للاسهل او اللي انت عملتيه او اللي شبهك او من شبه الباك جراوند بتاعتك، ده مش حاجه انا بس اللي بعاني منها الحقيقه، كل صح. الناس رجاله وستات، والصناعه من زمان فيها المشكلات. فالدور ده لا، هو مختلف حقيقه. لازم 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 ادين بالفضل للناس اللي بما اننا بقى بيت اهلاوي جامد قوي، وانا اهلاويه وفراج اهلاوي، وماتشات الاهلي عاملين ايه بقى في ماتشات الاهلي وقت الماتشات؟ والله يا اختي بيتي يكون عامل ازاي بقى؟ يعني انت فاهمه اللي فيها، بيبقى في بوز في اللي بيت في اليوم ده. الحمد لله. انا عارفه، انا شفت قبل كده فراج وبيتفرج على ماتش، بيبقى دايما بيزعق واكتف. انت بتعملي ايه؟ انت هاديه بتبقي ولا بطلت اتفرج؟ في مره كنت مصوره له فيديو في البيت وهو بيتفرج. ده في نفس الساحل. لا، انا
بطلت، انا ما بتفرجش خلاص. يعني انا بتفرج بيونس، بتفرج على البطولات الكبيره، كاس العالم لو في مثلا ديربي معين، يويفا فاينل كده، بس انا بطل يعني ما بقتش صراحه متابعه قوي زي زمان يعني حقيقه. وبابا وعمو بيسيبوا الموضوع ده عادي كده؟ لا ما بيركيش فيها هم الحقيقه، هم في الحاجات دي على فكره توليرنت اكتر من فراج يعني كتير. اللي هو انت حره، انت حر اه لا ستي دايما البيوت بتبقى كده، تلاقي البيت لا كله لا لا مش متشددين كوره كلهم فلين. مش متشددين مش متشددين خالص الراجل المتشدد. بس انت نورتيني وشرفتيني، والف الف مبروك على نجاح العوده. شكرا. وفوي فوي، مستنيينك ان شاء الله في كل الاعمال اللي جايه. ومن الفرق الموسيقيه اللي عملت نجاح كبير الفتره اللي فاتت وسط الشباب هو الثنائي فؤاد ومنيب. احنا كنا موجودين معاهم في احدث حفلاتهم، هنشوف لقاء طبعا خاص جدا معاهم، وكمان هنعرف منهم اخر اخبارهم اكسكلوسيف لسبوت لايت. منيب اتنين مؤلفين موسيقيين، وانا عازف للبيانو، منيب عازف للكمانجا. يمكن الكونسبت ده شرحه بيبقى صعب شويه، الناس ساعات بتصنفنا كفرقه، ساعات بتصنفنا كمشروع موسيقي، بس احنا سيمبلي اتنين مؤلفين موسيقيين بيشتغلوا مع بعض زي عمر خيرك كده، بس اتنين. المؤلفات الموسيقية كلها من تأليفنا وتوزيعنا، بدأنا من 2016 يعني من 2015 يعني بقالنا يعني حوالي 10 سنين. انا في الاصل طبيب بشري، طبيب امراض نفسية وعصبية، واهوى الموسيقى من الطفولة بعكس منيب. يعني هو يتكلم عن نفسه لما يجي، هو منيب يعني عازف كمانجا محترف، ولكن دايما كان بيجمعنا حاجة، يعني احنا لينا نفس الطائقة الموسيقية، لينا نفس الفلسفة اللي طورناها بعد كده، ان احنا بنعرف نعبر عن مشاعرنا بالمزيكا، فأي حاجة حاسسها عرف احولها لمقطوعة موسيقية. فتعرفنا على الفيسبوك بالصدفة وعجبته المزيكا بتاعتي، بدأ الأول يوزعها لي بعلمه بقى الموسيقي، راجل أكاديمي وفاهم مزيكا كويس، وبعدين بدأ بعدها يضيف مؤلفاته، بقت الحفلات كلها مؤلفات فؤاد ومؤلفات منيب، وفي مؤلفات بتجمعنا احنا الاثنين. احنا مؤلفاتنا اصليه فؤاد ومنيب اللي مؤلفينهم، كمان احنا ملناش قالب، يعني ما نقدرش نقول ان احنا القالب بتاعنا كلاسيكي، احنا بنستخدم الادوات الكلاسيكيه مثلا في الاوركسترا وفي التوزيع، ولكن برضو عندنا اصوات شرقيه زي العود والناي والقانون، احيانا الغنى في بعض الاوقات، لان احنا سمعنا كل ده، يعني سمعنا موسيقى كلاسيكية غربية، سمعنا كلاسيكيات شرقية، بليغ حمدي وام كلثوم وعبد الحليم حافظ، وسمعنا مؤلفين مصريين معاصرين زي الاستاذ عمر خيرت مثلا ربنا يديله الصحة، والاستاذ عمر الشريع الله يرحمه. فحصلتنا الموسيقية واسعة شوية، فلما جينا احنا نضيف رأينا في الموسيقى كان في خيالنا كل اللي فات ده وفي ذاكرتنا كل ده، فطورنا اسلوب خاص بينا احنا. ده بياخد وقت على ما بيوصل، يعني انا النهارده لو طلعت مثلا عزفت اعمال الاستاذ عمر خيرت، الناس كلها فاميليار بيها وهتتفاعل معاه. فكره ان انا بقدم نفسي من الاول ان يا جماعه تعالوا شوفوا ده راينا في المزيكا، دي حاجه بتتبني بالتدريج، احنا نكتبها في تاريخنا ان احنا مثلا عزفنا اوبننج للاستاذ عمر خيرت. وهو الحقيقه يعني هو انسان جميل وفنان جميل، وبنتواصل معاه بشكل شخصي وبنبعت له الاعمال بتاعتنا يبدي رايه فيها، ودايما بيشجعنا، يعني اتعلمنا منه حاجات بأثر بشكل غير مباشر، يعني حتى قبل ما نتعرف عليه بشكل شخصي. موضوع الإتقان ده مثلا أنا متعلمه من عمر خيرت، لأن مثلا في الثمانينات هتلاقي معظم الموسيقى التصويرية اللي متسجلة في الوقت ده مؤلفين شاطرين جدا، يعني هاني شنودة ده مؤلف عبقري، عمر الشريع الله يرحمه مؤلف عبقري، ولكن اللي يفرقه مع عمر خيرت حاجة مهمة هي الكواليتي. يعني ممكن مثلا عشان ظروف الإنتاج تلاقي موسيقى تصويرية كاملة متسجلة بأورج، عمر خيرت عمره ما كان بيعمل كده، يعني هو كل قطعة بيعملها وكل قطعة بيسجلها عارف ان دي خلاص هتتوثق في التاريخ، فما كانش بيبخل في جودة اوركسترا كاملة، حتى لو العمل نفسه صغير، حتى لو المسلسل الانتاج بتاعه مش كبير، حتى لو برنامج تلفزيوني. يعني تعالى شوف تترات البرامج اللي عمر خيرت عملها حاجة هاي كواليتي. وسمعته قبل كده بيتكلم عن موضوع الجودة، الشيء الجيد هو اللي هيعيش. النهارده هي يعني حفله اركان، دي حفله بنحبها جدا لان المسرح جميل، يمكن هو بعيد شويه عن ناس كتير، ولكن حالته حلوه، الصوت فيه حلو، في اعمال جديده يعني اول مره تتقدم، هي جديده وقديمه في نفس الوقت، يعني اعمال اتنست، عارف لما اكون عامل عمل من سنين كتير وعملته مره او مرتين
اتوزعت بقى من تاني بالأوركسترا وهتتقدم. فؤاد ومنيب ده ايه اسمه؟ بروجكت، مشروع، باند، فرقة، انتوا ايه؟ احنا شايفين ان احنا ببساطة اتنين مؤلفين موسيقيين مصريين بنعمل مزيكا بتعبر عننا وبتحكي قصص مختلفة، فاعتقد اقرب وصف الحالة زي دي ان هو مشروع او بروجكت. القصة ابتدت من 2014. أنا كنت عايش في ألمانيا بكمل دراستي الموسيقية العليا، أنا خريج كونسرفاتوار القاهرة، وبعد كده كملت الماجستير بقى وما بعد ذلك في جامعة ميونخ في ألمانيا. في الوقت ده تعرفنا على بعض على السوشيال ميديا، يعني سمعت مزيكة فؤاد على البيانو بس، فهو خد باله أن أنا بعلق له كده على المزيكة، فبعت لي قال لي تحب نتعاون سوا نعمل تراك مزيكا. الموضوع بدأ بتراك مزيكا بس أونلاين، بعت لي تراك البيانو وسجلت عليه، ألفت عليه حاجة بالفايلن وبعتها له، فحسينا أن ده بيرفكت ماتش، اللي هو إحنا لقينا بعض موسيقيا وفنيا وبعد كده كمان إنسانيا بقينا يعني أعز أصدقاء. فالفكرة ابتدت من تراك مزيكا عملناه كل واحد عايش في بلد، وبعد كده اتطورت لما تنزل أجازة يا منيب يلا نعمل حفلة مع بعض، عملنا حفلة، طب يلا نعمل مشروع الناس عجبها المزيكا لازم نكمل. فبعد كده بقى في حاجة اسمها فؤاد ومنيب، ابتدينا كمانجا وبيانو بس في الأول، وبعدين وزعت الموسيقى لبعض الآلات مثلا زي العود والبيس جيتار والبركاشن، وبعدين حبينا نكبر قوي بقى، فقعدت سنة في البيت بقى بعمل توزيعات للأوركسترا، فول أوركسترا 50 شخص. وفي 2019 عملنا أول حفلة بالفول أوركسترا، وبعدين دلوقتي بقى في المصغر بتاع الأوركسترا اللي احنا بنتحرك بيه معظم الوقت اللي هتسمعوه النهاردة في الحفلة، وبقى في الشكلين، الشكل الصغير والشكل الكبير على حسب المسرح والإيفنت والحالة. يعني شايفين ان احنا الموسيقى بتاعتنا ينفع انها تتسمع وتتشاف في يعني مناسبات كتير مهمة، مناسبات رسمية، حاجات بتمثل مصر، شايفين ان احنا نقدر نطلع يعني بره مصر ونمثل اسم مصر بشكل مشرف جدا. ومتهيالي ان اكيد ان اللي احنا بنقدمه لو وصل لحد مسؤول في مكان مسؤول وسمع وشاف الحلقه، انا متاكد ان هو هيكون متحمس جدا ان هو يقدم ده، وهيشوف ان هي حاجه مشرفه جدا. فده الدعم اللي احنا شايفين ان احنا نحب ان احنا نحصل عليه، نحب ان احنا نشارك في مهرجانات رسميا، يعني زي مهرجان موسيقى عربية مثلا، مهرجان احنا بنتمنى ان احنا نازل جدا. ان انا مع فؤاد ومنيب، فنانين جدا محترمين بيقدروا شغلهم قوي، معتزين بالمزيكا بتاعتهم، ما بيحاولوش يقلدوا او يمسخوا، ودي حاجة حلوة قوي ان الانسان يكون هو ده. فحبيت الفكرة معاهم، طبعا هي فكرة مش سهلة خالص، بس إن شاء الله خير، يعني أنا متفائلة جدا. أصعب حاجة إن أنا مثلا أنا متفقة على حاجة معينة ألاقي فؤاد هو اللي عملها، فؤاد أنا اللي عاملها، لا أنا اللي عاملها، ده بالنسبة لي ده شغلي، هو يعني لسه مش عارف يسيطر على إنه هو اللي مسؤول، دي أصعب حاجة. حاجة صعبة، منيب كنت مسميه مهيب، يعني كنتش بقول ما شاء الله كلش، ما هي جايه معايا مهيب مش منيب لحد ما خلص. لسه عندنا لقاءات خاصه جدا وحصريه لبرنامج سبوت لايت، لكن هستاذن حضراتكم هنطلع لبريك اعلاني ونرجع على طول وسبوت لايت. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين حلقتنا من برنامج سبوت لايت. طبعا كاميرا برنامج سبوت لايت بتكون موجوده في كل الاحداث الفنيه، عشان كده كنا موجودين في العرض الخاص لفيلم عنا. يا ترى ايه حكايه الفيلم ده ومين ابطاله؟ حالا هنعرف مع بعض. تجربه جديده مختلفه، بحب الكوميدي، فان شاء الله يعني يبقى طبقا لتوقعاتي هيلاقي نجاح كبير قوي. اول مره اشتغل مع احمد نور كمخرج، كواليسه جميله هاديه لطيفه. بشتغل في نجوم في الساحل، نجوم الساحل ده فيلم برضو شبابي حلو قوي، احمد داش، ميان السيد، ومجموعه شباب جميله جدا ودور مختلف جدا. فيلم قلب هو فيلم لايت كوميدي،
فيلم لطيف ظريف، كل المطلوب منه هو الضحك بس. مش طالبين اي حاجه تاني. القصه بتتكلم عن مجموعه شباب بيودعوا العزوبيه، الموضوع بيروح معاهم في حته تانية خالص. بعمل شخصيه سامي. سامي دوت يعني واحد غلبان وعلى نيته، ولما بتحصل لهم الظروف دي بيتحول بقى عليهم كله. اصعب حاجه واجهتني في الفيلم انه اللوكيشنز كتير، والوقت كان مضغوط جدا ان احنا محتاجين نصور في اسرع وقت، فاحنا اتنقلنا من الغردقه للقاهره مش عارفين لفين لفين، اتنقلنا حتت كتير قوي في وقت مضغوط جدا، فكان الموضوع مرهق شويه. نزل لي كمان بعدها فيلم جوري مع هيفاء وهبي، جميله جدا هيفاء، يعني اكتشاف بصراحه. وبعدين احنا بنعمل فيلم رومانتك كوميدي، اكيد مش انا اللي بتحب يعني، بس عاملين قصه ظريفه جدا جدا ان شاء الله. الفيلم حلو، واحنا اجتهدنا وعملنا مجهود كتير الصراحه، فان شاء الله يكون حاجه كويسه للناس انها تتفرج عليها، وخصوصا احنا كمان متجمعين جزء من جروب اس ان ال، فكان وحشنا ان احنا نعمل حاجه مع بعض تاني. هعمل شخصيه دينا، هي خطيبه ليسي، احنا جروب مع بعض صحاب، ايتن وليسي واسلام وانتوني، بتدور ما بيننا مواقف كتيره لطيفه جوه الفيلم. هو انا وليسي يعني عاملين دويتو مع بعض لطيف قوي، وتقريبا بنتقابل احنا اكتر ناس في اس ان ال بنتقابل مع بعض في شغل، فدي حاجة الحمد لله مبسوطة بيها. دلوقتي بخلص فيلم المستريحة مع مدام ليلى علوي، وإن شاء الله ينزل قريب. إحنا قربنا نخلص، هو بس عشان معانا ليسي ومصطفى ومدام ليلى يعني أستاذ محمد، وإحنا كنا دخلنا في سيزن رمضان، فكانت كل الناس مشغولة، فعشان تجمع الناس دي كلها فبيبقى في وقت كتير قوي عشان كل واحد مواعيد شغله مختلفة عن التاني. طبعا أنا كتير مبسوطة وفرحانة إني أول إنتاج ليا ينطلق من مصر، وتاني حاجة أني مع فنانين وأساتذة تعلمنا منهم في العمل، وإن شاء الله الفيلم ينال إعجابكم. تعرض في الخليج، طبعا الفيدباك سعودية كويت الإمارات، الحمد لله الفيدباك كان كويس، السينمات almost sold out التيكتس، فإن شاء الله في مصر. جدا ومتحمسة جدا لأن الناس هتشوفني بشكل جديد في دور جديد كوميدي شعبي، ودور بسبوسة هي بتشتغل في كباري عند خالها، فحاجة ملهاش علاقة بيا خالص. متحمسة قوي أشوف رد الفعل عليه، ومتحمسة إن أنا أشوفه برضه. التمثيل مش معناه إن أنا أطلع في أدوار شبه إلهام صفية الدين، بالنسبة لي التمثيل ده أنا عايزة أبقى كل الشخصيات، وعايش عايز أعيش لقطات مختلفة، وبحب ده، بحب ان انا اقعد كده مع سيناريو والعب، في طريقة كلام وفي طريقة حركة وفي في في حاجات مختلفة عن اللي انا متعودة عليها، فده اخد مني وقت واخد مني مجهود، بس الحمد لله يعني. الحمد لله التصوير لما بتحضر له كويس بيبقى ايام التصوير ايام لطيفة، فاحنا حضرنا كويس، وايام التصوير بتبقى التعب الطبيعي بتاعها، مفيش عندي الحمد لله حد من اللي هم الكرو اللي هم النجوم بتاع العمل كان متعب، مفيش حد كان ليه شكوى خاصة، مفيش حد كان ليه تصرف خارج عن المألوف، كلهم ممثلين محترمين قوي، نجوم موهوبين جدا، مقدرين المهنة ومقدرين تعبنا فيها كلنا، فالحمد لله كانت الدنيا حلوة يعني الحمد لله. التصوير كله كان في الغردقة، يعني الغردقة خدت الفيلم كله هناك، الفيلم كله بيتصور في الغردقة، عدا شوية داخلي اتصوروا في مصر، الداخلي اللي هو محكوم بداخلي في مصر، انما كل الفيلم تقريبا كله في الغردقه. احنا مصورين من مش من مده طويله ولا حاجه، الفيلم خلصان في شهر 7 بوست برودكشن، يعني خلص وبقى جاهز للعرض شهر 7 اللي فات، فاحنا دلوقتي بنعرض واحنا في شهر 9. الفكره كلها ان انت لو نزلت في شهور الصيف هتلاقي جنبك عمالقه، فانت هتنطح مع مين؟ مع محمد عادل امام ولا مع ولاد رزق ولا مع مين بالظبط؟ فلازم تنقي وقت تبقى الدنيا فاضيه فيه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يبقى يشاور عليك والجمهور ينزل يتفرج على الفيلم، فتلاقي شويه من مجهودك اللي انت تعبته الناس يشوفوه يحسوا بيه. انما لو نزلت في الصيف او في العيد وسط مطحنه الكبار، مثلا فيلم كوميدي زي بتاع هشام ماجد ولا فيلم كوميدي زي احمد فهمي، ما هو برضه دول نجوم ليهم، ولا مثلا محمد هنيدي، فاهمني؟ كلهم اسماء عظيمه، كلهم نجوم كبار جدا ليهم شعبيه اكبر من الشعبيه اللي عندنا، فبالتبعيه لازم ناخد وقت يكون السوق فيه فاضي. الحمد لله السوق دلوقتي فاضي، اللي عايز يخش السينما هيلاقي فيلمين موجودين، هيختار واحد فيهم، ربنا يوفق ده ويوفق دوت، هو ده اساس اختياره. وهنروح دلوقتي للمسرح. طبعا في مسرحيه الايام دي اسمها مرايه الكترا، دي قصه اغريقيه وبطوله كوكبه كبيره من الشباب. عايز اقول لحضراتكم ان المسرحيه دي عامله نجاح كبير جدا جدا جدا، عشان كده احنا كنا موجودين معاهم عشان نعرف ايه حكايه مرايه الكترا. عرض عالمي يعني، نص عالمي، بوسكليس يعني معروف جدا، بس هنا اختلاف الموضوع ان رؤيه جديده،
ان الكاتب هنا عمل انشطاط لإلكترا خلاها 3 إلكترا. في البطلة او نقول مثلا الماستر سين هي الماستر اللي هي منتظرة الأورست اخوها ياخد طار أجممنه الأبوها اللي اتقتل الملك ملك أرجوس. والجزء الآخر منها الحب أنا جسدته في إلكترا أخرى، والجزء الثالث المتردد أنا جسدته في إلكترا الثالثة. فبقى عندنا 3 إلكترا وعندي أورست. أورست جاي من المنفى، هي منتظرة، هو جاي من المنفى محمل بأفكار حديثة لها علاقة بالغرب يعني. فطبعاً حصل هنا الصراع اللي متقبلوش في نقطة، هي بتتكلم على السيف، بتتكلم على الانتقام، بتتكلم على الثأر، وهو بيتكلم على الحريات والألوان وإيه ليه الغربان ده والطيور ولا. فهو فحصل اختلاف كبير قوي بينهم مع بعض في وجهة النظر وفي العقيدة. هي كمان مستنية يعني، قاعدة يعني المفروض يعني 23 سنة مستنية أورست عشان يجي ياخد الطار يعني. فأفكاره اللي جت بيه ده هو حصل الصدام بينها وبين أورست، وهنا الحدوتة بقى. المسرحية ديت حسيت ان فيها تمثيل بجد وبتشتغل علشان الشغلانة، مش بتشتغل علشان خاطر حاجة تانية. فده اللي خلاني انت لو بجد مؤمن باللي انت بتعمله يبقى انزل اعمل الرواية ديت. غير ان المخرج عندنا الأستاذ أيمن مصطفى مخرج مهم كمخرج مسرحي، وانت لما هتتفرج على العرض النهاردة هتتفرج على يعني تبوهات سينما، يعني انت بتتفرج على حاجة سينمائية مش بتتفرج على حاجة مسرحية. والاكتر والاكتر ان السوق كله بقى حاجات كوميرشال زيادة عن اللزوم، ما بقاش في حد بيشتغل للفن للفن. وانا القضية عندي الفن، ببقى نفسي بجد اقدم فن يليق بينا ومسارحنا يبقى فيها كده وفيها كده. فالفترة اللي فاتت بقى فيها كده بس، فحاولت انا اعمل كده كمان. فده اللي خلاني قبلت الرواية ديت واشتغلنا في ظروف ان حد يتقبل الفكرة، انما امنت بيها والحمد لله قدمناها وشاركنا فيها في المهرجان وخدت يعتبر ترشحت لكل الجوائز اللي موجودة في المهرجان والحمد لله. إلكترا 3 شخصيات انت بتشوفهم، فالنفس بقى كل واحد جواه 3 أنفس، في صراع جوا البني آدم طول الوقت. الصراع ده ما بيبقاش موجود لما البني آدم بيبقى محقق ذاته، فشوية بيبقى في صراع تاني عايز واحد تاني جواك هو عايز يخرج. لكن لما يتواجد جواك 3 شخصيات بيحاربوا فيك، فدول بيقطعوا فيك، فبتلاقي نفسك انت فاحنا بنقدم في الرواية دي الجديد فيها ان هي بتقدم النفس البشرية مجسمة قدامك على المسرح من خلال إلكترا ومن خلال أورست. يعني أورست برضو لما بيجي من بره وبيجي في اللالا لاند وبيجي مبسوط وعايز هو الملك يعتبر، يعني هيجي عشان يبقى الملك، فهو جاي بأفكار جديدة وبدماغ جديدة، فلقى نفسه الواقع اللي انت بتعيشه غصب عنك بتبقى شبههم. وشوية شوية لو البني آدم محكمش عقله ويخرج بسرعة من النطاق ده هتبقى خلاص هتبقى مسلم لأفكارهم وأرائهم وطريقة حياتهم. فأورست كان جاي عايز يعمل حاجة تانية، فده المختلف في الدراما، انت بتتفرج على نفس بشري ومجسمة قدامك على المسرح، مش مسرحية خلاص وخطوط حركة عادية. هتتفرج على سينوغرافيا مختلفة، هتتفرج على ديكور مختلف، هتتفرج على وضع مسرحي. وموضوع المسرحية مختلف، أنا كشخصية مش بمثل كإلكترا كاملة، لا أنا في أجزاء من مشاعري برة، فصعوبة العرض في الشخصية أن أنا أضبطها وأحضرها أخذت معايا وقت جامد جدا. المخرج برضو ليه فضل جامد، لأن أوريدي بشكر أستاذ أيمن مصطفى، لأن هو كان دايما يقول لنا إحنا 3 بنات كل واحد يبقى ليه المشاعر بتاعته ما يطلعش براها. يعني أنا لما تيجي تتفرج على العرض هتلاقي إن الشخصية القوية الحازمة اللي عايزة تطار اللي عايزة تاخد حقها، النيرف بتاعها مختلف تماما عن قلبها والتردد. فإن أنا أفضل طول العرض بمثل بأتيتيود معين وكمان بنقل مع الشخصية بنيرفات معينة وفي نفس الوقت ما روحش لقلبي ولا اتردد، فدي بتدي لك صعوبيه ان انت مش عارف تتصرف. يعني ما ينفعش انت ماشي على تراك معين جزء من شخصيتك بره،
مشاعرك بره، هم اللي بيتعاملوا وانت بتتعامل في نفس النيرف بتاعك. فده كان بالنسبه لي بصراحه صعب واثر عليا نفسيا. احنا كلنا الكترا، كل البشر الكترا، كلنا جوانا المشاعر اللي فيها الصراع، فينا اللي احنا عايزنا ننتقم، فينا القلب اللي بيحركنا ومشاعرنا، وفينا التردد ان احنا مش عارفين نعمل ايه. بس ان انا بقى افضل فتره كبيره بروفاتي، لان انا من النوع اللي انا بحب اشتغل على حاجتي جدا جدا، كنت اجي قبل البروفه بساعه اذاكر مع نفسي، ده خلاني حدة شويه في تعاملاتي مع الناس بصراحه، بجد والله العظيم، لدرجه ان حتى ما كنت ابقى في البيت او مع اخواتي او بتاع رياكشناتي اختلفت. يعني انا الاول انا يعني انا كنت عامله كوميديا قبل كده مع استاذ خالد جلال، انا كوميديا ورياكشنات معينه، لا انا طول الوقت محافظه على الاتيتيود وخايفه وعماله اقرب للشخصيه، انا كل ده عايزه اقرب للشخصيه، الشخصيه صعبه، شخصيتي ما فيهاش حوار بس ليها معنى كبير في المسرحيه. هو اول مشهد ليا في موت اجمل اللي هو ابو اريكترا بتديني السيف اللي هي بتحفزني ان انا انتقم، فانا برفضه عشان مش عايزه اتعلم دلوقتي السيف. تاني مشهد ليا وهي في خيالها هي انها اتجوزت وخلفت معانا بقلع بشكل تاني اللي هي ابنها، بس لابس ماسك مش مبين ملامح، ما فيش ملامح. تالت مشهد ليا في المركب وهي بتتذكر وانا رايح المنفى بيبقى قرص كبير راجع، ما بتذكرني وانا رايح المنفى. احنا شغالين على العرض ده بقالنا فتره كبيره جدا بنحضر له. الشغل فيه، شغل التمثيل اللي في العرض ده شغل مختلف عن بقيه العروض المسرحيه، اللي هو محتاج تدريب، كلنا معتمدين على كلنا واحد، يعني احنا الثلاثة وان كاركتر، فلازم احنا الثلاثة نبقى زي بعض، مع مختلف بقى ان كل واحد بيتناول جانب داخلي من شخصية إلكترا. فمثلا انا بتناول الجانب العاطفي وان هي بتدور عن الحب وعن الجواز وان هي بتحب. طبعا الشخصية التانية بتبقى انتقامية ولقى السيف والحرب والقتال. الشخصية التالتة مترددة، هل هي تروح مع القلب ولا هي لأ، هل هي تبقى مع الانتقام والكلام ده. وفي الآخر طبعا بينتهي ان هي بتتغلب على الصراع الداخلي اللي جواها طول الوقت وبتقتل قلبها عشان تقدر ان هي تفكر بعقل. عرض صعب وتقيل وعايز مجهود، وعرض قد المسؤولية، يعني لو بدأت فيه لازم أكمل برتم معين وبمجهود معين. بس لما خدت الخطوة حسيت إن فعلاً إنك تعمل عرض متكامل العناصر وتقيل ولغة عربية وأدب عالمي مع مخرج واعي بشكل كبير وعارف هو بيعمل إيه وعارف يعمل شغل إحنا مفتقدينه. يمكن الفترة الأخيرة معظم الأعمال أو مسرحيات كتير ممكن شهر شهرين وخلاص بنعرض العرض، إحنا يعني اشتغلنا حوالي 8 شهور تدريبات لحد لما وصلنا لمرحلة ان احنا خلاص هنفتح وهنعرض. فبالنسبة لي تجربة مهمة جدا جدا، وحاسة بالنسبة لي بداية انطلاقة حقيقية ان انا يعني اقوي نفسي كممثلة، وطبعا كممثلة مسرح. فبالنسبة لي تجربة مهمة جدا الصراحة. شخصيتي صعبة ان هي مركبة، يعني انا لازم في العرض بعمل الشخصيتين، باخد حبة من الرومانسية والحب وحبة باخد من الحقد والغضب والرغبة في الانتقام. فهو اتكلم معايا ان هو لازم امزج ما بين الاثنين، يعني ممكن يكون هما بيبقوا ماشيين على رتم معين، هي في الرومانسيه الكترا ثلاثه، الكترا واحد في الغضب والرغبه في الانتقام. فهو اتكلم معايا ان انا ازاي اقدر اوازن ما بين الشخصيتين، وفي نفس الوقت الشخصيه الثالثه اللي هي بقى التردد اللي هو خارج منها كل ده، هي صراعات نفسيه قويه جدا عندها، فطول الوقت عماله ما بين هل انا احب واتجوز وخلف زي الناس ولا لا هستنى اخويا علشان انتقم لابويا واخد حقه. فهو كان دايما بيقول لي ركزي اكتر ان انت ما يبقاش فيه تكرار ويبقى فيه تنوع. الشخصيه اللي انا بعملها اورست الفارس، الفارس اللي جواه اللي بيطلع يصحيه يفوقه علشان ياخد فعلا بالطار، غير الحاجة اللي هو جاي بيها أصلاً، جاي متحدث عايز يروح في حتة تانية خالص غير موضوع الطار وغير موضوع السيف والكلام ده كله وبتاع. فهو شخصية كده عملاقة شوية، فعايز يديله الحتة دي، يزقه في الحتة دي بس. فهو الصوت الداخلي لسه
حلقتنا ما خلصتش، لكن هستأذن حضراتكم هنروح لبريك إعلاني وهنرجع على طول، والفقرة الجاية هنعرف تفاصيل وأسرار الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين حلقتنا من برنامج سبوت لايت. ودلوقتي هنروح للمؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة. المهرجان طبعا بيعتبر من أهم المهرجانات مش بس في مصر لكن في الوطن العربي كله. المهرجان السنة دي بيشارك فيه عدد كبير جدا من الدول العربية والأجنبية، وهيتم تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي. يلا بينا نعرف تفاصيل أكتر عن الدورة القادمة من مهرجان الجونة السينمائي اللي هتقام يوم 24 أكتوبر. الحاجة اللي احنا شغالين عليها السنة دي وفخورين بيها جدا هو السيني جونة، منصة السيني جونة اللي أنا عايز أحيي عليها الأستاذ نشال التميمي والفنانة بشرة، لأن هم اللي حطوا حجر الأساس للسيني جونة من أول سنة وإحنا بنشتغل، وقد إيه السنة دي هي بقت من أهم الحاجات اللي المهرجان بيرتكز عليها. وده يمكن لما قدرنا السنة فاتت نحقق المهرجان من غير فاستيفيتيز أو زي ما أنتم متعودين تشوفوا، كانت العمود الرئيسي اللي وقف عليه المهرجان كانت السيني جونة. أنا برحب بيكم النهاردة في البريس كونفرنس بتاع جونة فيلم فيستيفال الدورة السابعة. بتمنى أنه يعجبكم، بتمنى أن أنتوا تحضروا، وبشكر الإعلام كله أنه هو وقف معنا السنة اللي فاتت في الظروف اللي احنا مرينا بيها، وأثبتوا أنه الجونة فيلم فيستيفال أو أي فيلم فيستيفال مش بس ريد كاربت، هو أكتر من كده بكتير. اللي بيميز الدورة السابعة النهاردة إن احنا بنحاول نرجع زي الدورة الأولى، وإن بقى فيها وركشوبس وبقى فيها سنجونة زيادة وبقى فيها شورت فيلمز وبقى فيها حاجات كتيرة جدا جدا جدا، وبقى فيها فلوس أكتر لأي منتج يحلم إنه هو يعمل حاجة. أحداث لبنان اللي حصلت من كام يوم ما تقدرش أنت تتوقع إن ده ممكن يحصل فتلغي مهرجان أو تحط حاجة بالنسبة للحدث نفسه، لكن قد ما قدرنا السنة اللي فاتت إن احنا نعبر عن الحزن بتاعنا ونعبر عن موقفنا تجاه فلسطين، فإحنا أجلنا كذا مرة وعملنا ده. عشان أنا جزء من المهرجان ما بحبش أدخل أفلامي، عشان هيقولك آه ما هي بتدخل أفلامها علشان هي في أنا مش عايزة ده، أنا عايزة مهرجان يعني يبقى متسع للجميع. لكن مثلا أنا كان عندي فيلم مهم جدا اسمه ليلة العيد وبيتكلم على أكتر من مشكلة محدش حس بيه. تكريم محمود حميدة ده أقل شيء نقدمه له. محمود عنده مشوار مهم وغني وقوي. محمود عملت معاه أحلى أفلام وعاملين دوات من أروع ما يكون، فبقول له ده أقل حاجة نعبر لك فيها عن حبنا واحترامنا لشغلك. عايز أكرم كريم عبد العزيز، عايز أكرم أحمد عز، عايز أكرم شباب جديد، عايز أكرم ناس ليها تاريخ وراحت عننا، يعني لا عايز اكرم ناس كتير. لما تيجي تبصي لشجره الفن المصري هتلاقيها غنيه جدا. سيني جونة السنه دي اعاد تسميه بعض من نشاطاته، فالبريدج كان السنه اللي فاتت اسمه البريدج، السنه دي بقى اسمه الفورم. الفورم هو القائم على كل البانلز والندوات والماستر كلاسز والورش. حاولنا على قد ما نقدر نزود عددهم ونزود التنوع في الموضوعات على قد ما نقدر. الحاجة الجديدة خالص في السيني جونة السنة دي هي سيني جونة شورتس، مسابقة لإنتاج الأفلام القصيرة بدعم من أو ويست. المسابقة هيبقى فيه 8 أفلام هيتم اختيارهم من خلال لجنة قراءة، يعني عشان يقدموا على الجوائز، 3 جوائز بتوع الانتاج. المعايير في اختيار اي فيلم عشان ياخد دعم هي واحدة، يعني في الاخر ان النص يكون قوي، انه المخرج يكون متمكن من ادواته، ان الانتاج يكون عارف هو هينفذ الفيلم ازاي. يعني المعايير ما بين الفيلم الطويل والفيلم القصير كاختيار للدعم هي واحدة. الصعوبة انه في افلام كتير حلوة، فلما بيبقى في افلام كتير حلوه ما بنبقاش عارفين نختار ايه ولا ايه، فده يعني ده واحد من التحديات. بس
دي بداية طيبة أعتقد، وإن شاء الله السنة الجاية مين عارف جايز الجواز تزيد ويبقى في عدد أفلام أكتر. أنا محظوظ إن أنا توليت إدارة البرنامج ده السنة اللي فاتت، لأنه عادة الناس لما بتدير برنامج يبدأ على طريقة الصنايعية إنه إيه البرنامج ده ما كانش ماشي كويس، خلينا نهد كل حاجة ونبدأ من الأول. أنا استلمت برنامج قيم جدا من يومه الأول، من أول ما بدأ سنة 2017، وهو برنامج ليه تأثير كبير. ويكفي إن أول دورة اتخرج منها كان فيها مشروع مصري اسمه يوم الدين لمخرج شاب اسمه أبو بكر شوقي. الفيلم تحول لأول فيلم مصري يشارك في مسابقة مهرجان كان خلال 12 سنة. السنة اللي فاتت اخترنا مجموعة أفلام على مدار السنة بدأت تخرج وتنجح. في أول السنة بدأنا السنة بأن فيلم اللبناني مثل قصص الحب تم اختياره لمهرجان برلين، كان عندنا السنة اللي فاتت. ثم في مهرجان كان تم اختيار فيلم رفعت عيني للسماء، الفيلم المصري، وفاز بجائزة أحسن فيلم وثائقي، وكان عندنا السنة اللي فاتت. ثم في مهرجان لوكارنو اختاروا فيلم تونسي اسمه أجورا، كان عندنا من سنتين. ثم في مهرجان فينيسيا اختاروا فيلم سوداني غالي، فيلم تونسي، كان عندنا السنة اللي فاتت. فهكذا العجلة دي لازم تستمر. السنة دي عندنا 21 مشروع، وده رقم يعني قبل كده دايما كنا بنختار من 18 ل 20. السنة دي من كتر ما المشروعات كانت كويسة ومش عارفين نحسم اتفاوضنا مع إدارة المهرجان ان احنا نزود مشروع، وبقينا 21 مشروع، منهم 8 في البوست برودكشن، بمعنى ان 8 افلام جاهزين، يعني 8 افلام ناقص لهم شوية مونتاج او تلوين او شويه شغل في البوست، ولكنهم ان شاء الله السنه الجايه هيكونوا بيتعرضوا في مهرجانات دوليه كبرى، وده هيزود الاكسبوجر بتاع المهرجان. عندنا لاول مره خبير دولي من هوليوود، بول فولي، الكاتب السيناريو اللي اشتغل مع ديزني واشتغل مع فوكس واشتغل مع كل الاستوديوهات الكبيره، وهو استاذ السيناريو في جامعه ساوثرن كارولاينا، هو اللي هياخد المشروعات في برنامج تطوير. هيبدأ الأسبوع ده بالمناسبة، يعني يوم الأربعاء الجاي هيبدأ المشروعات، اجتماعات مستمرة مع الخبير اللي هيساعدهم أنهم يعملوا خطوات أكتر. وعندنا عدد قياسي من الجوائز، يعني أكتر من 30 جائزة، أكتر من 360 ألف دولار، منهم 180 ألف دولار كاش هتوجه للمشروعات. السوق هو يعني منصة موجودة تبع سينيجونا، هي اتوجدت السنة اللي فاتت، دي تاني سنة ليها. يمكن التوجه الأكبر السنة دي ان هو يكون الموضوع مش محلي، يكون عربي. فعندنا تواجد عربي من شركات انتاج ومؤسسات انتاج وتوزيع عربية من السودان وفلسطين ولبنان و كذا بلد. اشتغلنا على كل اللي حصل السنة اللي فاتت، وبنحاول ندرس ايه العيوب اللي كانت موجودة وبنحاول نتفاداها. بس كمان اشتغلنا على التواجد زي ما قلت لك الكبير، التواجد اللي هو مش بس تواجد محلي. وصلنا وراسلنا شركات انتاج كتير في العالم عشان يكونوا موجودين معانا من بدري. احنا كلنا متحمسين وفرحانين قوي ببداية الدورة 7، واللي هي دايما فعليا بتبتدي بالمؤتمر الصحفي. يعني دايما بالنسبة لنا اول ما المؤتمر الصحفي تعمل بيبقى على طول المهرجان بعديه بفترة قليلة. احنا متحمسين جدا لان احنا اشتغلنا على برامج كتيرة، غيرنا طريقة فكرنا من السنة اللي فاتت، وحاولنا نوصل لعدد اكبر من الشباب في برامج طبعا جديدة للشباب، خصيصا للشباب زي اليانج والإميرج تالنتس. ده برنامج مخصوص للشباب، بندعم عدد كبير من الشباب انهم يجوا المهرجان، وبنخلق لهم برنامج خاص ليهم للتعليم. النهاردة بعرف ان انا مخرج فيلم الافتتاح، الفيلم القصير اخر المعجزات. قبل ذلك انا مساعد مخرج بقالي خلاص الشهر الجاي هبقى بقالي 10 سنين مساعد مخرج. الفيلم متاخد عن قصه للاستاذ نجيب محفوظ، قصه معجزه من مجموعه خماره القط الاسود. واشتغلنا انا ومارك لطفي المنتج وكاتب السيناريو، اشتغلنا مع بعض عليها. مبسوط بالمنصب الجديد كمدير البرمجه السنه دي لاول مره في مهرجان الجونه. مبسوط باستمرار الدوره بتاعه الشغل بشكل كويس، وانه مازال المهرجان محافظ على الاسم اللي هو خلقه من اول دوره الحقيقه. حتى الان انا شايف انه التوازن كويس قوي في الافلام اللي معروضه. ومبسوط كمان بالتوسع بتاع المهرجان ككل فيما يخص الجزء بتاع سينيجونا بالاسامي الجديده والفروع الجديده اللي انضمت لسينيجونا. شايف ان ده هيدي المهرجان شكل اوسع واكبر، ومستني نشوف ردود الافعال عليه. ابتدينا شغل من شهر فبراير اللي فات، بنحاول نختار الافلام سواء من المهرجانات الكبيره او من الافلام اللي احنا عارفين ان هي على وشك الانتهاء خلال السنه او ان هي تكون جاهزه.
الفريق كان الحقيقة متعاون جدا، بنحاول طول الوقت نتشاور ونشوف الأفلام بسرعة جدا، وكل حد عنده معرفة بحد من المخرجين والموزعين كان بيحاول يساعد علشان نوصل للشكل اللي وصلنا له. وأنا أعتقد أنه النتيجة اللي حصلت أن أسامي أفلام كبيرة أو أسامي مخرجين كبار موجودين معانا السنة دي، وحاولنا كمان نزود عدد الأفلام، يمكن الاكتشافات الأعمال الأولى عشان يبقى عندي توازن، وأعتقد أن ده واضح جدا. عندنا أفلام محصلة على جوائز من أول برلين لحد سان سباستيان، امبارح أعلنوا على جوائز أفلام إحنا كنا أوريدي مختارينها وموجودة معانا فحصلت على جوائز، يعني حتى ما كناش مش لاحقين نزود اسم الجائزة لأنه أعلنوا عنها امبارح. دي كانت حلقتنا من برنامج سبوت لايت، يا رب تكون عجبت حضراتكم، وطبعا تقدروا تشوفونا على اليوتيوب وكمان على الجروب الخاص بالبرنامج على الفيسبوك، واستنوني نشرين سليمان في نفس الميعاد الاسبوع الجاي وحلقه جديده وسبوت لايت.